السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو شيق جدا عن عجلة جميلة ورائعة. تابعوا معانا الفيديو للنهاية. الموديل بتاعها 2620. الدراجة دي كلها مميزات رائعة جدا، هتعجبهم كتير. يلا بينا نخش على مواصفات العجلة الجميلة الرائعة من شركة فونكس. اول حاجة معانا الكادر بيجي من الالومنيوم، بتيجي العجلة دي فولدينج يعني قابلة للقفل، يعني مفيدة لناس كتيرة بتخزنها، بتطلع الساحل، الكلام ده كله بتساعدك. كل اجزائها من الحديد، كلها فول حديد، كل حاجة فيها حديد ما عدا الجنوط الالومنيوم. الكرسي فونكس كويس، خامته كويسة، العجلة خامتها كويسة، بتيجي بهدايا مجانية رفارف، جروب السرعات شيمانو، ودي حاجة تعتبر كويسة، 7 سبيد خلفي و3 امامي. زي ما احنا شايفين الجشمة الخلفية شيمانو تورني، 7 سبيد، جشمة كويسة محترمة. مكنة السرعات الامامية شيمانو، الكرانك بيجي حديد، بتيجي على مساعد، المساعد ده كويس، بتجرح اكثر في المطبات. نظام الفرامل ديسك، الجنوط الومنيوم، شكلها متميز جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. العجلة فعلا الشكل بتاعها مميز، واللي هيشتريها هيتميز كتير. سعر العجلة دي 3000 جنيه بس في اسكندرية، هسيب لكم تحت رقمي في الديسكريبشن وصفحة الفيس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش على تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم مينا ماهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.